يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده عن الاكس اس دي اللي هي السكيما اللي بنستخدمها في الاكس ام ال وبعض اللغات اللي هنشرحها في الفتره اللي جايه ان شاء الله. الاكس اس دي هي لو عندنا مثلا بارامتر معين جوه الدوكيمنت بتاعت الاكس ام ال عايزين نعمله ريستريكشن، نخليه مثلا وليكن انتجر والانتجر يكون في رينج معين، او سترينج نفس الفكره، السترينج اما يبقى ليه او لينث معين. كل الحاجات دي ممكن نعمل لها ريستريكشن يوزنج الاكسس دي اللي هي السكيما. فلو جينا بصينا هنا دايما السكيما بيبقى فيها بارامتر كتير. يعني احنا لو عايزين نعمل، ممكن ان شاء الله بعمل سلسله من الفيديوهات بتتكلم على الاكسس دي ان ديتيلز، على السكيما وكل الاليمنتس اللي فيها، بس الفيديو ده بس مجرد هو يعني شرح بسيط للسكيما. فمين السكيما بيبقى فيها سيمبل تايبس وفيها كومبلكس تايب. فليكن مثلا تخيل عندنا ريكوست مثلا بيابديت البوك تايتل، ريكوست بيابديت البوك تايتل. فعشان ابديت البوك تايتل لازم يكون بنستخدم البوك اي دي والتايتل. بس احنا عايزين بقى بالنسبه للبوك اي دي ده عايزين نستقبل دايما، بالنسبه للريكوست نستقبل دايما ان هو يبقى انتجر ويبقى في رينج من 1 لمليون، والتايتل لازم يبقى سترينج وما يزيدش عن 20 كاركتر. ازاي نعمل الحكايه دي؟ هنا بنبتدي نعرف الريكوست بتاعنا على انه كومبلكس تايب. اوكي، وبعدين بعد كده بنستخدم هنا حاجه اسمها all، اللي هو الاول ده اللي كل element من دول يعني حدوثه يبقى مره واحده، ومش لازم الترتيب في يعني لو استقبلنا التايتل قبل البوك اي دي ما يبقاش فيه مشكله بالنسبه للريكوست. وبعدين بعد كده بنيجي نعرف الاليمنت اللي جوه الكومبلكس ده، كل كومبلكس تايب بيبقى فيه جواه سمبل تايب. فالبوك اي دي ده نعرفه على انه سمبل تايب، وبعدين بعد كده نعمله ريستريكشن على انه انتجر، وبعدين بعد كده نديله المينيمم فاليو والماكسيمم فاليو. فنلاقي المينيمم فاليو مثلا 0 والماكسيمم 1 مليون. ونفس الفكره نعمله بالنسبه للتايتل، برضه هو عباره عن سمبل تايب، ويبقى الريستريكشن بتاعه ان هو سترينج، واللينث بتاعه ما يقلش عن 1 وما يزيدش عن 20. فبالتالي هنا نقدر نريستريكت التو بارامتر دول للفاليو اللي احنا عايزينها. وفي طبعا السكيما في بعض الحالات ان هي لو لما الكمبيوتر بي امبلمنت السكيما، وبعدين بعد كده بيقدر البرنامج بنعمل حاجه اسمها فاليديشن، فبيقدر على طول اول ما بيجي البارامتر بره الرينج على طول فبيفيل جوه الفاليديشن، فعلى طول ممكن ننجلكت الريكوست ده ونكمل في الريكوست اللي بعده. فطبعا السكيما مهمه جدا بالنسبه للاكس ام ال والماركب لانجوج اللي جاي ان شاء الله. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.